بدأ كل شيء قبل 10 سنوات. أتذكر جيدا عندما ظن الناس أنني فقدت. كان الطلاب والإخوة يبحثون عني، يخافون أن أكون في خطر، ولكنني كنت في مهمة داخل مخيمات اللاجئين قرب الحدود، في مكان لا توجد فيه أدنى مقومات المعيشة. أخذنا العهد على أنفسنا للحفاظ على الإرث النبوي. كنت أتلقى المكالمات الهاتفية: أين أنت؟ كنا نبحث عنك لعدة أشهر. قالوا: لدينا عرض لك في البلد الفلاني، يوجد عمل ينتظرك مقابل مبلغ معين من الدولارات. كم أكون أنانيا إذا فكرت كم سأجني من الدولارات من هذا العمل أو من ذاك، وأنا أرى أبناء شعبي يعانون من سوء المعيشة. أريدهم أن يعيشوا، وما هو معنى العيش بدون معرفة الله جل جلاله؟ كان علينا أن نؤسس صروحا تعليمية في المخيمات كما كان يفعل أجدادنا في أوطاننا. لم يكن بناؤها من الحجارة، بل ببث الروح فيها من خلال الهدي النبوي المنبعث من القلوب. ففعلنا ذلك. استغرقت قرابة 2 سنين لتبنى، ولكن على الأقل أعلم أنني لن أقف يوم القيامة مع الذين تخاذلوا عن أمتهم ونسوا هم نبيهم، وأنا أعلم أنه بإمكاني خدمتهم بشكل جيد. أعلم بأنه يقع على عاتق المساهمة في بناء هويتهم. غادرت المخيم عندما أصبح كل شيء كما يجب أن يكون، ليس بحثا عن المال، ولكن سعيا في نشر نور النبوة في أنحاء الأرض. وقد ساعدتني في ذلك المؤسسات العلمية الإسلامية، فأعطتني الفرصة لأكمل مسيرة العلم والتعليم مع الحفاظ على حياة كريمة. أنا الآن قادر على الوصول إلى ما هو أبعد من جدران المدرسة التي قمت بالتدريس فيها، مع منصة معهد نور الهدى. هناك القدرة لوصول النور إلى أنحاء العالم. نستطيع أن ننشر الهدي النبوي بطريقة لم أكن أتصورها يوما. Empower the true inheritors of the prophetic guidance through your zakat and charity. Donate today to the Islamic Scholars Fund to support over 500 deserving scholars and students. We urgently need to raise $250,000 before Ramadan to ensure they continue to spread reliable Islamic knowledge around the world. Don't wait. Go to www.seekersguidance.org/donate and support the prophetic inheritors today.